السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كي دايره مع الصحيحه؟ توحشتكم. راني غير في الشرط، غادي تقدر الدرك ابراهيم ستر راسك. راني ساتر راسي، رانا في الشرط، هذا راني في الشرط لان الحال سخن والصيف صيف. اليوم غادي نهضر لكم على الازهار ديال الرمان، لان شحال من وحده كنقولها لها وما كتفهمهاش. الازهار هي هذه، ازهار الرمان. من هذه كتخرج رمانه، هاد الاوراق عندنا فيه المنفعة، وهادو عندنا فيها المنفعة. هادو سيرتو نتوما العيالات درك كي تفوتوا على شي رمانة، درك راه الوقت ديال الأزهار خارجة، كي تفوتوا على شي رمانة تقلعوه كامل، وحتى اللي يكون طايح في الأرض كتجمعوه. بحال هذا، شوفوا أنا ها هو طايح في الأرض، ها هو نجمعو ونيبسو، لأن كينفع خضر وكينفع يابس ليكو العيالات ولولادكو ورجالتكو، لأن زوين بزاف. ها هو هذا هو ازهار، هادو هما الازهار. درك هادو راهو يابسين، يلاه راهو طايحين، نجمعهم وكنيبسهم. كتخليوه هكا، عاوتاني كي كتطحنوه فيه منفعه كثيره كثيره، بصح نتوما سامحين فيها، او تقلعوهم خضر كيما قلعته هكا، يعني عطريه كتقلعوه طريه، بصح حتى اللي يكون طايح تجمعوه وتغسلوه وتيبسوه. هو فيه منفعة كثيرة، بصح غادي نحكي لكم عليها وشحال مرة العام اللي فات اللي درتها، ولكن بزاف الدراري والدريات اللي ما فهموش فيها. قال لك كي داير هاد الأزهار، الأزهار هما هاد، كنقلعو هادي، هادي هي الأزهار، الأزهار هي هادي بالأوراق هادو الصغار، هادو تاني كاين كيتقلعو بوحدهم ويتجفوا، ومنه كيديروا العكر الفاسي. تاني كاين هذا، يعني نتاع الرمان، كديروه بالنعمان وكديروه تاني كاين بهاد الاوراق هادو. هاو شتوهم، هادي ها شتو هادو، هادو كيتجفوا وكيطحنوا وكيديروه بحال العكر الفاسي. العكر الفاسي كيديروه بالنعمان، وتاني كاين كيديروه بقشر الرمان للتجاعيد، تولي عاد صغيره، ماشي بحال ابراهيم وجهه كرش بحال الدجاجه. ها شتو هادو فيهم منفعه، وتاني كاين بها بالاوراق ديالها بهذا فيها منفعه كثيره. درك غادي نجمع لكم واحد شويه ونهضر لكم عليه. انا نجمع لكم اللي هنايا كاع حاط طايح ينجمع، لان يتغسل، ومن يتغسل تيبسوه. هو راه زوين بزاف، فيه منفعه كثيره، بصح نتوما سامحين فيها. سيرتو العيالات عندكم الدراري ديالكم، لان هي هادو كيخفضوا الحراره من الجسم، الرمان قشر الرمان والاوراق ديال الرمان راه فيهم منفعه. تاني كاين عندنا تاني كاين الاوراق ديال الرمان، هاد الاوراق، هاد الاوراق تاني كاين فيهم منفعه. عندنا الازهار وعندنا القشور، من تكون الرمانه تاني كاين ناكلو الرمان ونرميو القشور، هذوك القشور تاني كاين فيهم منفعه، كنقصو به الوزن، صالحين للشعر، صالحين لكل حاجه. وهادو غادي نحكي لكم عليه درك، غادي نقلع لكم شويه خضر، وراه عندي تاني كاين يابس، انا مبيبسو العام اللي داس. من هادو كتخرج رمان، هادو هما ازهار الرمان، شتوهم. يلاه درك غادي نقطع الكاميرا ونعاود لكم، نكمل لكم الفيديو ابراهيم عادي، ونوري لكم هذا المنظر ديال الدار ديالي. كل شيء راه درك داير، عندنا هذاك التوت اسود وراه موسخ الدار كامل. الازهار هي هاد، غادي نقطع لكم. احنا كنت قلت لكم باللي كاين يابس، وكي سميته هذا انا اللي جمعته،
يعني لا الطايح ولا اللي كسمته، لا اللي يكون طايح ولا اللي يكون معلق. هادو هما الازهار ديال الرمان، شتوهم؟ هو واحد منه كتخرج رمانه، كل واحد كتخرج منه رمانه. هذا ونوري لكم. هذا راه عندنا يابس ديال العام اللي فات، هذا راني يبسته، شتو؟ هذا راه يابس، وهذا خضر يعني عطري. ازهار الرمان هو هذا، نافعين هاد الاوراق، هادو زوينين تاني كاين كيجفوهم وكيطحنوهم، كيجفوهم في الظل اولا كيديروه في الميكرووندا وكيطحنوهم، ومي كيطحنوهم كيديروه بحال العكر الفاسي، العكر الفاسي كيديروه بالنعمان، وهذا كيطحنوه ويديروه مع اي كريمه على حسب التجاعيد وعلى حسب لي طاش اللي في الوجه. دقه بطله هذه ما قالها لكم حتى شي واحد. حنايا عندنا بزاف العيالات مساكين من تكون يلاه زيدت ولا الانجاب، يعني تكون يلاه نفسها وكيشدها هذاك الوجع، وثاني كان خاصها تنقي الرحم ديالها. غادي نشدو حنايا غير خمسه ديال الحبات، الا كانوا طريين احسن، الا ما كانوش طريين يكونوا يابسين. ها طريين وها يابسين، احنا غادي نجيبو غير خمسه ولا اربعه من هادو من الازهار، وغادي نطيبوهم واحد الخمسه دقائق ونصفيهم ونشربوهم. دقه بطله اللي كتجيها العده الشهريه تاني كن بالوجه، دقه بطله كتنقي الرحم وما كيشدك لا وجع لا حتى شي حاجه. شي مره تاني كتكون عندنا الحراره في الجسد، لا حنا لا ولادنا ولا رجالتنا، تاني كنطيبي له وتصفي له وتعطي له تشرب، او لا يكون عندك تاني كن يابس تاني كنطيبيه، او لا تطحنيه تاني كن كيتطحن يابس كيتطحن. انا راه عندي مطحون لداخل كيتيبس، في الاول كنغسلو كودا كارينو صالي عاك انو نو كارينو كارينو بارابور فافور. تاني كاين حنايا يعني من نهزوه نغسلوه ونيبسوه، نيبسوه ونطحنوه ونديروه فشي قاروره تما في الدار وكسميته، ونهزوه به غير نص معيلقه ونديروه في الحليب ولا في الماء او ولا في الشاي، او لا نطيبوه غير بوحده خمس دقائق ونصفيوه ونشربوه. تاني كاين الا كانوا عندك اللوزات، وسيرتو العيالات اللي ديما عندهم مشكله في 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 العده الشهريه، يعني او لا من تكون مسكينه المراه نفسها ويكون داك النزيف ديال الدم ما كيريتش، او لا ثاني كاين اللي كيجيها الحيض العام كامل وهي كتجري، هذاك كيكون سحر ولكن كيريدو، هذا اللي كيريدو. هادو هما الازهار ديال الرمان، لان بزاف اللي ما تعرفوش شرحت عليه العام اللي فات، وهذا العام راه موجود. اللي فاتت على سي شجره ولا تقلعوا وتشدوا وتيبسوا في الظل، تغسلوا في الاول وتيبسوا، تقدر تقلع هادو وتيبسوا بوحدو هاد الاوراق هادو الازهار هادو، هادو تيبسهم في الظل او لا تركهم في الميكرووندا، وهادو العلفه بوحدها هادي تاني كاين، هادي تاني كاين تيبسها ولا طحنها. عندنا تاني كاين هادو الاوراق ديالو ديال قشر الرمان، غادي نقول لكم واش يديروا بها. الرمان راه فيه منفعه كثيره، القشور ديالو تاني كاين الرمانه، من تكون الرمانه حنا كناكلو اللي لداخل، ولكن قشور الرمان كنرميوه ما كيترماوش، لان قشور الرمان صالحين للبخور بعدا، على العين على التابعه على السحر على كلش، وتاني كاين كينفعنا كينقص الوزن، كيفتح الشهيه كينقص الوزن. تاني كاين اللي عنده الدقه كويدا وميامور، تاني كاين اللي عنده الدقه ما يقدرش يتنفس، دراري ولا عيالات، هذا دقة بطلة. كاين اللي عنده الدراري الصغار، هاد الايام وحده مكرانه دخلت عندي ولكن قلت ليها فتحي الخاص وما فتحتش الخاص ديالها، غادي تشدي غير جوج من هادو وتجيبي الاوراق ديالنا. كارينيو ميتراي من تاي تاي جربا ويناي نسيم نسيم ديال الفوم براي هاي سي هاي هاي جربا ويناي مينتا los dos gracias cariño coge la otra y coge la otra no te puedes salir en la cámara cuidado está tirando el suelo gracias ahora tráeme déjalo ahí tráeme ahora yerba buena está ahí
هذا عندنا نعناع الحريره، انا غادي ندير لكم به زيت ونقول لكم لمن يصلح. هذا هو نعناع الحريره، راني ميبس، راني غاسله وراني دايره يبس، راك تشوفوا راه عاد متبهل. اي استاجير بابوي ناسا نو لو ميسك لا لا اوتر نو 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 تو بدي سالير تو بدي سالير. اه سي. وهذا النعناع غراسيا كارينيو اسبير سي سي توما نو بدي سالير لا كاميرا اي كوخي لو باراكا كوخي دو سوتريس. عنايا عنايا النعناع العادي، وهنا عندنا نعناع الحريره. حنا غادي نشدو شويه من نعناع الحريره وشويه من نعناع العادي، يعني جير بابوينا اي مينتا هادي كيقول ليها مينتا سبني ليا نعناع الحريره كيقول له مينتا، والنعناع كيقول له جير بابوينا. حنايا عندنا النعناع ونعناع الحريره، هو غير النعناع مفتوح ونعناع الحريره مغلق في اللون. غادي نشدو ونشدو جوج ديال الازهار هكا ونطيبوهم واحد الخمس دقائق ونصفيوهم ونعطيوه له في الليل وفي الصباح. اللي عنده الضيقه وما يقدرش ينعس وما يقدرش يتنهس وعنده الحساسيه دقه بطله، وهذه قولوا قالها لي لعدو درتها للبنت ديالي ودرتها انايا. او لا ثاني كاين الشخير اللي كيشخر دقه بطله هذه قشر النمر كسمت هادو باش ما يتخلطوليش. وهذه هي الوصفه ديال الازهار ديال الرمان. هادو هما الازهار اللي كاينه، اللي ما تعرفوش هما هادو. هذه هي الوصفه، وكنبغي يكون مت عليكم، وثاني كن كتيبسوه تجفوه تيبسوه وتطحنوه وتخليوه عندكم. وديما كسميت بصح النازف اللي كيجيها نازف وما كيريقش دم الحيض كيجيها بالوجع وكسميته، وكينقي الرحم راه زوين بزاف. ثاني كن الحراره تاني كاين الجسم، تاني كاين كانوا عندنا الحلاقة، تاني يا ربي تنفعكم هاد الوصفة. هادو هما الأزهار ديال الرمان شتو، هاهو تاني كاين. يلا راني نجف ويابس، وهو واحد ها شتو، هاهو باين حتى طايح، تجمعوه وتيبسو. ها النعناع وها نعناع الحريرة اللي ما تعرفوش، غادي نوريك ان كاينه اللي ما تعرفوش، كاينه اللي ما تعرفش. نحنا نعناع ديال الحريره هو هذا شتو، نعناع ديال الحريره هو هذا، هو مغلوق. النعناع هو هذا، يلا انا حشيتو هاد الايام النعناع هو هذا شتو، ها راني حشيتو هاد الايام، بقى عندي غير هاد الشوانه ديما عندي النعناع هنايا. ونوريكم البحيره ديالي، ها هي خزامه، الحبق، الريحان، سلفيه، ها